أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما ورد في المواقع الإخبارية والصحف العربية والأجنبية الصادرة لهذا اليوم، والبداية بالعناوين. مسافرون عبر طريق الضالع يشتكون نتعرض للتفتيش وندفع مبالغ مالية لمن لا نعرف صفتهم. عملية نوعية للقبض على قيادات كبيرة من تنظيم القاعدة بالمكلا. وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، فتاة إيطالية تحتفظ بجثة والدتها في المنزل خوفا من توقف راتبها. وفي أكثر الأخبار قراءة، علماء من مختلف التخصصات يتظاهرون ضد السياسيين في عدد من الدول. أهلا بكم. موقع الصحوانيت قال في أحد عناوينه الخاصة بأوضاع المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء، 70 معتقلا في سجن للإنقلابيين بصنعاء معرضون للموت خنقا. أكدت منظمة رقيب لحقوق الإنسان أن 70 سجينا من المحتجزين لدى جماعة الحوثي والمخلوع معرضون لخطر الموت بالاختناق. وأفادت المنظمة التي تعمل كشريك للأمم المتحدة في مراقبة الأوضاع الإنسانية في بلاغ صحفي صدر عنها أن السجناء أعلنوا قبل أيام إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وتعذيبهم وإهدار آدميتهم وتكديسهم في زنزانة أرضية بدروم أو أرضية بدروم تقع بالقرب من عمارة القمة في حي حدة بصنعاء. وقالت المنظمة إن عناصر جماعة الحوثي تعتدي على المحتجزين بالضرب والغاز المثير للدموع، ما أدى لحالات اختناق وإغماء كثيرة، فاقب من خطورتها انعدام التهوية وتكدس السجناء في الزنزانة. تابع موقع الاشتراكي نت ما يتعرض له أبناء محافظة إب من قبل الميليشيا وعنوان الموقع: وفاة جريح بمواجهات سوق مذيخرة. قالت التفاصيل: توفي حمود أحمد قاسم في مستشفى الثورة العام بمدينة إب متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص ميليشيا صالح والحوثي الخميس الفائت في مديرية مذيخرة. وأصيب المواطن مع امرأة ومواطن ثالث برصاص مسلحي الميليشيات في السوق الشرقي بالمديرية عقب مواجهات مسلحة اندلعت في السوق. وما تزال أم أحد المختطفين لدى الميليشيات ترقد في غرف العناية المركزة بعد إصابتها برصاصة أطلقها قيادي من الميليشيات. وفي سياق أو في خبر متصل يقول الموقع إن ميليشيات صالح والحوثي اختطفت ما يقارب 20 مدنيا من منطقة واحدة من أبناء محافظة إب وسط العاصمة صنعاء. مصدر مقرب من أحد المختطفين أفاد للاشتراكي نت أن الميليشيات اعتقلت شباب وطلاب إضافة إلى عمال يعملون بمهن مختلفة من أبناء منطقة العدين خلال الأيام القليلة الماضية. ريمة التي يموت فيها المريض قبل أن يصل للحديدة أو صنعاء للعلاج، فقد يحمل على الأكتاف مسافات شاسعة حتى يجد سيارة توصله. فقرة من مقال كتبه زين العابدين الضبيبي عن محافظة مهملة تعاني كل أصناف العذابات في مرتفعاتها العالية، وقال ساردا جزءا من معاناتها في موقع الموقع بوست. ريمة التي لا تزال أغلب القرى فيها تشهد مواكب جماعية للفتيات والنساء كل صباح، يتسنمن الجبال الوعرة حاملات دبات الماء، وقد تنزلق إحداهن فتهوي حتى تتفتت عظامها من أجل شربة ماء. ريمة التي هجر بنوها التعليم واتجهوا للغربة لأنهم في ذيل قائمة التوظيف، ولأن أغلب المعلمين لا يداومون في مدارسهم بل مغتربون خارج البلد بسبب فساد قيادات المحافظة وتقاسم إدارة التعليم معهم مقابل الصمت رواتبهم. وجزء كبير من المعلمين المتبقين غير مؤهلين تأهيلا ولو نسبيا. ريمة التي يتسابق فيها كل قيادة مكاتب التربية على رئاسة المراكز الامتحانية لا حرصا على التعليم ومخرجاته، بل على تحصيل المبالغ من الطلاب المواظبين ومن الغائبين ومن الذين يختبرون بالنيابة عن غيرهم
وكل فئة بسعرها من أجل السماح لهم بالغش وفتح الكتب داخل الفصول. بعلم المحافظ والجميع، ريمة التي أغلب قراها بدون قابلة أو ممرضة صحية، لأن الجميع يزوج بناته في الإعدادية أو يحرمهن من التعليم في الابتدائية لعدم وجود مدرسة في القرية. ريمة التي تقاعد معلموها الحاليون، فلن نجد في أغلب قراها معلمين، لأن أغلب الشباب ترك الدراسة واتجه للغربة لصعوبة الحصول على وظيفة، وإن توظف فراتبه لن يكفيه لتأمين حياة كريمة، بخلاف زميله في المدينة الذي يدرس في مدرسة خاصة ويشتري السلع بسعرها الأساسي ويجد كل الخدمات بشكل أفضل. ولأن ثقافة الجهل تجعل قيمة الرجل في ماله، محلاته، عماراته في المدينة لا علمه وثقافته وشهادته الجامعية، ما أوجع الكلام وما أكثره. والسؤال إلى أي هوية تتجه هذه المحافظة، وعلى من نعول من رجالها؟ في عنوان بارز لموقع سبتمبر نت، وصف العملية التي قام بها الجيش في حضرموت بأنها عملية نوعية للجيش، القبض على قيادات كبيرة من تنظيم القاعدة بالمكلا. قال الموقع إن قوات مكافحة الإرهاب مسنودة بمروحيات التحالف العربي تمكنت من اعتقال عدد من عناصر وقيادات تنظيم القاعدة في وادي عدم بمحافظة حضرموت من جنسيات مختلفة. وقالت قيادة التحالف العربي في بيان لها إن مروحيات التحالف نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الوطني، التي قامت بمداهمة استباقية في إطار ملاحقتها لأوكار تنظيم القاعدة في مدينة المكلا. وأشار البيان إلى أن العملية أحبطت المخططات الإرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتا إلى أن العملية هي الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضرموت أبو علي الصيعري. في موقع المشاهد نت وردت العديد من الأخبار، أهمها جماعة الحوثي تحتجز 200 قاطرة إغاثية مخصصة لتعز. قال الموقع إن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز دانت استمرار جماعة الحوثي وصالح احتجاز قوافل الإغاثة، والتي كان آخرها قيام جماعة الحوثي يوم الخميس الماضي باحتجاز أكثر من 200 قاطرة تحمل المواد الإغاثية، والتي كانت مخصصة لـ 12 مديرية بمحافظة تعز. وأوضح بيان صادر عن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز بأن مسلحي الحوثي احتجزوا أكثر من 200 قاطرة في كيلو 16 بمحافظة الحديدة، والتي كانت مخصصة لمديرية الشمايتين ومقبنة والوازعية وباب المندب وصالة والمعافر وخدير وسامع وحيفان وماوية والمواسط والصلوة. وطالب برنامج الغذاء العالمي والمنسق الإنساني للشؤون الإنسانية في اليمن بتغيير مسار ترحيل الإغاثة لمحافظة تعز عبر مناطق آمنة تضمن الاستمرار بإيصالها إلى المستحقين عبر المنفذ الوحيد والآمن المتمثل بميناء عدن. علماء العالم يتظاهرون، تحت هذا العنوان جاء مقال مفتاح شعيب في صحيفة الخليج وقال في أجزاء منه: خرج آلاف العلماء والنشطاء في الولايات المتحدة والعالم في نحو 600 مسيرة تطالب بالدفاع عن البحث العلمي وحماية الأرض والتنديد بالتوجهات السياسية لدى عدد من الدول، وما تحمله هذه المسيرات من دلالات وإشارات خوف ربما يفوق عدد من سار فيها، بالنظر إلى التهديدات الجمة التي تحيط بالكوكب الأخضر وبمستقبل الحياة على سطحه. تحاول المسيرات العالمية التي يقودها علماء وباحثون من مختلف الاختصاصات أن تؤكد أنها ردة فعل متحضرة جدا على سياسات حافة الهاوية التي تتبعها بعض القوى، ومنها الولايات المتحدة بقيادة رئيسها الجديد دونالد ترامب. منظم المسيرات المناصرة للعلم تحوم حولهم شوائب بأن خلفياتهم سياسية تميل إلى اليسار العدو التاريخي لليمين، خصوصا في الدول الغربية. أما من حيث المبدأ فالهدف نبيل، ويمثل شكلا من أشكال الدفاع عن الإنسان وحقه في حياة أفضل وفي عالم آمن.
كما يمثل ردا بليغا على الأدليوجات الشعبوية التي لا تكترث بالكثير من التهديدات، بدءا من التلوث البيئي إلى الحرب النووية. وبعدما ظن الناس أن القوى الدولية استطاعت أن تضع آليات تقضي تدريجيا على هذه المخاطر من خلال المعاهدات والمواثيق المتصدية للاحتباس الحراري ولأسلحة الدمار الشامل، عادت هذه التهديدات إلى الواجهة بقوة في الأشهر الأخيرة مع صعود نخب سياسية تجهل أهمية العلوم وتؤمن بالأساطير والخرافات. ويجر الخوف من هذا الانزياح إلى الخلافات المتفجرة حول سلامة الأرض وحول حق البشرية جمعا في تنمية متكافئة وعدالة اجتماعية، وحقها في الحماية من الكوارث طبيعية كانت أو من صنع الإنسان نفسه. قال مسافرون في محافظة الضالع إن التقطعات الليلية ونقاط النهب عادت مؤخرا وانتشرت بشكل كبير في أماكن متفرقة من الطريق العام، خصوصا جنوبي مدينة الضالع. وأضاف عدد من المسافرين للموقع بوست أن النقاط التي يقيمها ليلا مسلحون مجهولون تقوم بنهب سائقي السيارات وخصوصا مركبات النقل الكبيرة، وتقوم بأخذ مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح. وقال سائق ناقلة لمراسل الموقع بوست إن المسلحين قاموا بأخذ 150 ألف ريال يمني منه تحت تهديد السلاح. وطلب مسافرون ومواطنون السلطات الأمنية بالمحافظة بالقيام بدورها في حفظ الأمن والتصدي لهذه الظواهر التي تسيء للضالع على حد قولهم. وكان محافظ الضالع والسلطات الأمنية وقفت بحزم ضد المتقطعين مطلع يناير من العام الجاري، وتمكنت من مواجهة المسلحين واعتقلت عددا منهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في عنوان بارز بصحيفة العربي الجديد: طلاب سقطرى خارجها. قالت الصحيفة إن عددا كبيرا من خريجي الثانوية العامة في جزيرة سقطرى اليمنية يضطرون لمغادرتها بهدف الالتحاق بالجامعات بسبب عدم وجود تخصصات متنوعة في الجزيرة التي تضم كليتين فقط، ولا توجد جامعة مستقلة في سقطرى، بل كلية تربية تتبع جامعة حضرموت وتضم أربعة أقسام هي الاجتماع والدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولا يتجاوز عدد الطلاب فيها 400 طالب. ويوضح رئيس اتحاد طلاب كلية التربية في محافظة جزيرة سقطرى سعيد صالح أن محدودية الخيارات في الجزيرة وعدم وجود فرص عمل دفع عددا من الشباب إلى مغادرتها والسفر إلى محافظة حضرموت أو عدن للدراسة بحثا عن تخصصات أخرى غير متوفرة في الجزيرة. عميد كلية التربية في محافظة سقطرى عبد الكريم رعدان يؤكد أن الكلية في الجزيرة لا تملك موازنة تشغيلية منذ نحو عامين، عدا عن عدم وصول حقوق هيئة التدريس وعدم تسديد بدلات الإيجار منذ 12 شهرا. يضيف أنه في الوقت الحالي يحصل الموظفون على رواتبهم الأساسية فقط، عازيا السبب إلى مطالبة جامعة حضرموت السلطات في محافظة سقطرى بتحمل كامل نفقات الكلية لأنها تتبع سقطرى من الناحية الإدارية وليس حضرموت. قال وزير التربية والتعليم اليمني في الحكومة اليمنية الدكتور عبد الله لملس لصحيفة الشرق الأوسط إن عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا من الانقلاب تجاوز 1700 مدرسة، وأضاف أنها تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها. وقال إن الوزارة واجهت التعديلات التي أجراها الانقلابيون على الكتاب المدرسي باعتماد نسخة 2014 للتدريس في جميع مدارس الجمهورية اليمنية والاستمرار بطباعتها في مطابع الكتاب المدرسي، حرصا من الحكومة الشرعية على إبقاء المناهج الدراسية على حالها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد مؤقتا رغم الضرورة التي تستدعي تحديث هذه المناهج. وعن الطلاب الذين تقع مدارسهم في خطوط النار قال الوزير: استوعبنا الطلاب جميعا في المحافظات المحررة وسعينا لتذليل الصعوبات للطلاب الذين نزحوا من المناطق التي تقع في خط النار، ووجهنا المكاتب بقبولهم وتوزيعهم
في المدارس. أما الطلاب الذين لم يستطيعوا إحضار وثائقهم وجهنا أيضا بتوزيعهم على المدارس وشرط عدم إعطائهم شهاداتهم إلا بعد أن يحضروا وثائقهم السابقة، وقد شكل ذلك ضغطا وازدحاما في الفصول الدراسية، حيث بلغ عدد الطلاب في الصف الواحد أكثر من 90 طالبا. ميدانيا، قالت صحيفة البيان إن قوات التحالف والجيش الوطني دفعا بتعزيزات كبيرة إلى مدينة المخا لدعم الجيش الوطني في معارك معسكر خالد غربية تعز، حيث نجحت هذه القوات في شل فعالية المعسكر عبر حصار كامل على بواباته. قالت مصادر عسكرية في قيادة محور تعز للبيان إن التعزيزات تأتي لمساندة التقدم صوب ثكنات للحوثيين بعد التأكد من نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات على مداخل المعسكر الذي يعتبر آخر حصن للتمرد غربي تعز، وبتطهيره ستنهار تلقائيا جميع جبهات المتمردين. وسط النجاحات الكبيرة لقوات الشرعية، طالب وجهاء في صعدة بفتح معسكرات جديدة لأبناء المحافظة للمشاركة في تحريرها، وأكد أعيان مديرية الحشوة خلال لقاء مع محافظ صعدة هادي الوائلي استعدادهم للمشاركة في عملية التحرير. ضغينة الضعفاء وسيادتهم المتوهمة، تحت هذا العنوان كتب أوليفر ناشتوي مقاله الذي أعادت نشره صحيفة الحياة اللندنية. من ينتابه شعور بالإقصاء الاجتماعي يخسر ثقته بنفسه، وكثيرون في هذه الحال يعمدون إلى اتخاذ استراتيجية متفرقة ترمي كلها إلى استعادة ثقتهم هذه أو تقويها. ولكن الرغبة بمعالجة الشعور بالإقصاء تقود آخرين إلى التماس إكراه تفرضه عليهم من خارج قوة متسلطة. وسبق لنوبرت إلياس أن درس القومية الاشتراكية والنازية الألمانية، ولاحظ أن أوضاع التهديد ملائمة لبروز رغبة في التسلط الذاتي يتولاه صاحب سلطان قاهر. والضغينة وهي التعبير عن هذه الرغبة تتيح لكل الذين يرعبهم احتمال خسارة مكانتهم استعادتهم شكلا من أشكال إثبات ذواتهم وصوغ هوية جديدة وشعورا متجددا بنحن متماسكة. وعلى هذا فالمسألة الأولى التي تطرحها النزعة المتطرفة إلى الفردية هي دور الهويات الجماعية أو مسألة نحن والمشاعر التي تصحبها وتلابسها. فسياسة الهوية هي كذلك من هذا الوجه رد على تجرف وتآكل الجماعة الوطنية والروابط والهيئات الوسطية. وبعض الجماعات لا تحسب منذ بعض الوقت أن عليها التزام معايير متمدنة في مسلكها، وأفرادها يقضون أوقاتا طويلة على الإنترنت خارج كل أشكال المراقبة الاجتماعية، ولا يؤدون حسابا عن الآراء الناضحة بالكراهية التي يبثونها ويطلقون العنان لأحكامهم المسبقة. فأنصار حزب البديل الألماني وأنصار ترامب أو مارين لوبين يتشاركون الانفعالات نفسها، ومركبات هذه الانفعالات تختصرها لفظة الضغينة، وما يجمع هؤلاء هو نفي المدينة وفروضها اليومية باسم مدنية غربية متخيلة. لأول مرة يتظاهر علماء من مختلف التخصصات ضد السياسيين ويحملونهم مسؤولية مواجهة العلم بدون دراية، ووفقا لأكثر الأخبار قراءة في البي بي سي، فإن تظاهرات حول العالم تنديدا باعتداء السياسيين على العلم. قالت البي بي سي إن آلاف العلماء حول العالم تظاهروا احتجاجا على ما اعتبروه اعتداء سياسيا عالميا على الحقائق والبراهين العلمية، وتهدف تظاهرة من أجل العلم وهي الأولى من نوعها على الإطلاق إلى تعزيز ودعم التحركات لحماية البيئة. قال المنظمون إن التظاهر بمثابة احتفال بالعلم ودعوة لدعم الأوساط العلمية وحمايتها. وفي تظاهرة واشنطن قال جونثان فولي المدير التنفيذي لأكاديمية كاليفورنيا للعلوم إن البحث أصبح محل اتهامات بدرجة تجاوزت العقل، مضيفا أن الهجوم عليه من السياسيين ارتقى إلى درجة القمع، إنهم يستهدفون على نحو خاص العلم الذي يحمي صحتنا وسلامتنا وبيئتنا، العلم الذي يحمي أكثر الضعفاء، بينما سوف يعاني البعض وربما يموت آخرون.
وفي الصفحة الأخيرة للقدس العربي عنونت الصحيفة: إيطالية احتفظت بجثة والدتها في مسكنها لتحصل على معاشها. قالت الصحيفة إن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على سيدة تبلغ من العمر 51 عاما بتهمة إخفاء جثة والدتها والتحايل على الدولة. وتضيف الصحيفة: أبلغ الجيران الشرطة لشكهم في أمر السيدة وأنها تتستر على شيء ما، حيث دخلوا مسكنها فوجدوا الشقة مليئة بمعطر الهواء، ورفضت المتهمة أن يدخلوا إحدى الغرف. تتابع القدس: تم استدعاء الشرطة وبالتفتيش عثروا على جثة، وبسؤالها أقرت بأنها جثة والدتها وكانت تخفيها حتى تتمكن من مواصلة الحصول على معاش والدتها. لحظات الغروب في غزة الفلسطينية نشاهدها في جولتنا المصورة التي وردت في صحيفة الشرق الأوسط، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.